المؤتمر، والف مبروك نجاح المؤتمر دكتور محمود، البوادر والبشائر باينه. وبشكر اخويا الاستاذ دكتور محمد مصطفى رئيس الجمعيه على الدعوه الكريمه والقائمين على الجمعيه والمؤتمر كلكم ما شاء الله روح الحب، واتمنى مزيد من النجاح الفتره القادمه. والمحاضره بتاعتي النهارده من خلال بينيفيت تو ريسك بالانس برونكوسكوبيك برونكو الفولار لافاج في الكريتيكال ال بيشنت، هيكون اهميتها نقطتين. اتنين، النقطه الاولى دائما ابدا انا بحب اصر عليها، تو بي برونكوسكوبيست اور نوت تو بي بالمونولوجيست. قلنا ما ينفعش يكون في بالمونولوجيست قاعد في القاعه بدون الحد الادنى من المعرفه والخبره عن البرونكوسكوب، وخاصه الفايبر اوبتيك برونكوسكوبي، لانه ذا موست يوزفول موست ريكويستد طبعا انسترومنت تو انفستيجيت الابر والليور ايرويز. النقطه الثانيه اللي احنا بنتكلم في كريتيكالي ال بيشنت، والتكييف عالي قوي محسسنا احنا في الاي سي يو والله انا مش عارف ايه. فبنتكلم على الكريتيكال ال بيشنت يا جماعه، فاحنا لما نيجي نتعامل مع مريض في الموست كريتيكال زون في المستشفى في الاي سي يو، لما نيجي نتعامل مع المريض في الموست كريتيكال بوينت على الميكانيكال فنتليشن بدون اي معطيات، مبدئيا البروجنوزيس يكاد يكون مفترق طرق 50-50، يا اما ديستشارجد باك تو هوم يا اما ديستشارجد باك تو ايرث. وهنا الطبيب مش محتاج او المريض مش محتاج من دكتوره الى حاجتين اتنين فقط، الخبره فور الديسيجن ميكنج واهم ما في القرار التوقيت، والنقطه الثانيه المهاره اللي هي السكيل. وبالتالي كانت المحاضره النهارده في محاوله للاجابه وذر برونكو الفولار لافاج السيف وين انديكيتد ان بيشنت وذ سيفير اكيوت ريسبيراتوري فيلير في الكريتيكال ال بيشنت، وير ان التايملي دايجنوزيس اوف ذا برايمري كوز وي البروميت انترفينشن ار اسينشال تو سيف لايفز. البدايه سينس 1927 مع الفيرست لانج اريجيشن وذ بيرفورمد ثرو ذا ريجيد برونكوسكوبي، then the procedure of BAL has advanced to become safer, better tolerated مع الديفلوبمنت اوف الفايبر اوبتيك برونكوسكوبي في ستينيات القرن الماضي. The technique that is applicable at the bedside and therefore makes potentially hazardous patient transfer outside the ICU unnecessary. ما عارفين ان كل او معظم او significant portion من كل lung pathology بتحصل at the alveolar level، وبالتالي هنا بتيجي اهميه البال اللي بتدي لي او بتقدر تكولكت الالفيولار ميليو ده، وبالتالي كومن يوز از ا دايجنوستيك تول فور سامبلينج اوف لور ريسبيراتوري تراك فور البال ديفرنشال سيل كاونت ذات هاف بين ريبورتد تو بي تيبيكال اوف سبيسيفيك لانج ديس اوردرز اور وات از كولد سيجنيتشر اوف بال فاين. حتى لو البال ريزلتس بتاعتنا نون سبيسيفيك ستيل اوف دايجنوستيك يعني يوتيليتي along with other clinical radiographic details، ومع الادفانس اللي بيحصل في الدايجنوستيك اسيس سواء كان سيلولار او موليكولار is certain to reinforce the utility of البال. يبقى احنا بنتكلم النهارده يا جماعه في established technique، مش محتاجين نتساءل نستخدم او لا. معظم السيناريوز اللي بيستخدم فيها البال طبعا بنتكلم على الورك اب فور اوبورتونستيك نيومونيا او الاوبورتونستيك انفكشن اتيبيكال انفكشنز، ليه الانكسبليند ريديولوجيكال انفلتريشن، بنتكلم على الهايبوكسيميا وبيجي منها نيومونيا از كومن امونج الاي سي يو بيشنت وخاصه الميكانيكال فنتليتد، مع ان الفاب اوكيرز ان اباوت 20-30% اوف ساتش بيشنت هو هاف بين ميكانيكال فنتليتد فور مور ذان 48 اورز. طبعا هاي مورتاليتي وبعض الاستاديز وصلت 50-60% في الباب، وبالتالي ان ساتش بيشنت محتاج مني كطبيب اللي هو رابيد انيشيشن اوف ابروبريت انتي بايوتيك تريتمنت، ولكن التشخيص تشالنج فور الكلينيشن سينس الكلينيكال والريديولوجيكال بارامترز اوفر هاي سنسيتيفيتي ات ذا كوست اوف السبيسيفيستي ذات از لو. وهنا انا محتاج كومبرهنسيف دايجنوستيك تول علشان تو كونفيرم الانفكتيف نيتشر اوف ساتش راديولوجيكال انفلتريشن، انا محتاج البال فور مورفولوجيكال اناليسيس. مبدئيا كده وجود اكتر من 1% سكويمس سيلز في البال او اكتر من 5% برونكال سيليتد سيلز، يبقى هنا في كونتامينيشن سواء كان من الاوروفارنكس او من الابر ايروي. اولا ان المورفولوجيكال انفكتيف انديسز بتشمل الديفرنشال سيل كاونتس مع نيوتروفيليك برسنتج اكتر من 50% ليها بوزيتيف بريدكتيف فاليو حوالي 97% واقل من 50% نيجاتيف بريدكتيف فاليو 100%، يعني بتقفل الباب.
The percentage of cells containing the intracellular organisms may be considered diagnostic. وبيستخدموا هنا threshold value تقريبا 5%. عيبها ان السنسيتيفيتي وايد بس من 37 ل 100%. ممكن نلاقي intracytoplasmic inclusion bodies في الفيرال انفكشن. Direct organism visualization increased levels of endotoxins وده indicating أو suggesting الجرام نيجاتيف باسيلاي. وهنا ملحوظة في غاية الأهمية ك على المستوى البراكتيكال إن المورفولوجي والجرام staining of organisms identified by Bell have correlated closely جدا 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 مع results of culture. وبالتالي أقدر أدي الأنتيبيوتكس في اللي احنا عاوزينها بسرعه اللي هي قد تكون الخطوه الوحيده لايف سيفنج للمريض بتاعنا to be confirmed later on. ما اتحركش ليه؟ اول محاضره تاخد وقت بدل ضائع يا دكتور محمد. To be confirmed عن الطريق ال quantitative bacterial culture of bells that facilitate the differentiation between the colonization and the infection. The current accepted threshold for defining the infection عبارة عن more than 10 power to 4 colony stimulating or forming units per milli sensitivity up to 100%. سبيسيفيستي 80%. نص الكالشرز اللي انا حصلت عليها عن طريق البال بتكون بوزيتيف، ربعهم تقريبا بيدي لي ريليفانت بكتيريال باثوجينز. ريليفانت يعني ده اللي سبب النيومونيا، يعني 10 اس 3 تقريبا في الميكروبيولوجيكال بال كالشر اللي موجوده اقل من 10 باور دي 3 ده نون ريليفانت اورجانيزم. ما اعرفش في ايه المشكله. مفيش حاجة ممكن أضايق منها؟ من إيه؟ بس كده وكده بقى. بجانب طبعا النيو النيور أو الأدفانسد دايجنوستيك تكنيكس اللي بتشمل عايز أرجع زي البي سي ار والموليكولار تكنيكس كل ده بي انهانس الرول اوف البال تو ايدنتيفاي سبيسيفيك مايكروبيال انفكشن وخاصه في حالات البالمونري تي بي ذات ريمين وان اوف ذا ليدنج كوزز اوف انفكشن ريليتد مورتاليتي وورلد وايد. اساس التشخيص والمواجهه في البالمونري تي بي الهاي كواليتي ريسبيراتوري سبيسمنت. وبرغم ان تو ديت ان دايركت سبيوتام سمير مايكروسكوب والكالشر ونيوكليك اسيد امبليفيكيشن تيست ار ذا موست كومن يوزد ميثودز في التي بي لكن السنسيتيفيتي اوف السبيوتام بيز دايجنوزيس ريلاتيفلي بور وسيجنيفيكانت بروبورشن اوف ساتش بيشنت هاف اسبيوتام سكيرس افتر ايفن افتر السبيوتام اندكشن او سمير نيجاتيف ستيتس. وتاكيدا ان السبيسبس مهمه جدا في التشخيص فدراسات كثيره جدا قارنت البال مع البرونكيال طبعا وش ولقيت ان البال افضل من الكلام ده اديشنال اكيورسي في الدايجنوزس اوف البالمونري تي بي ليه؟ لانه مور اكيورتلي تارجت ذا انفكتد ريجن اوف ذا لانج اند اوبتين مور اباندنت اماونت اوف سبيسمين مع سنسيتيفيتي اب تو 85% وسبيسيفيستي طبعا 100%. كل ده كان في اتجاه الانفكتيف كوزز اوف راديولوجيكال انفلتريشن سيناو وات از اباوت النون انفكشوال النون انفكشوال كونديشنز ذات مي اكسبلين الكلينيكال سيمتومز والراديولوجيكال انفلتريشن ذات مي ميميك نيومونيا وساتش كونديشنز انكلود بالمونري هيموراج الاكيوت ازينوفيليك نيومونيا ممكن يبقى في مالجنانس دراج انديوز ادلت ريسبيرد ستريس سندروم كاردوجينيك بالمونري اديما. طبعا هنا مفترق طرق ثاني ومهم جدا تو ديستنجويش ذيس كونديشن فروم نيومونيا. هنا طريق وهنا طريق وهنا بروجنوزيس وهنا بروجنوزيس وهنا مانجمنت وهنا مانجمنت وبالتالي بردك البال هيقدم لنا دايجنوستيك يوتيليتي. ومثالا على هذا مثلا لو لقينا ايزينوفيلس اكثر من 25% ده ممكن يبقى اكيوت ايزينوفيليك نيومونيا سي دي 8 ليمفوسايتوزيس وفومي ماكروفاج في الدراج انديوزد بالمونري ديزيز انكريز ذا نمبر اوف نيوتروفيل وكليسترز من الرياكتيف تايب 2 نيوموسايتس في الار دي اس
ريد بلاد سيلز هيموسيدرين ليدين ماكروفاج اكثر من 20% في الالفيولار هيموريج. لكن نرجع ناكد كل السيتولوجيكال فايندينج ديت نوت بس نمونيك، لكن بتفيدنا جدا 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 في الديفرنشال دايجنوزيس والاكسكلوجن اوف سيرتين ديزيز. يعني ما زادت الدايجنوستيك فاليو موجوده في ناروينج الديفرنشال دايجنوزيس في حاله تشالنج بالنسبه لنا، يعني بيقدم لنا خدمه جليل. الكلام ده من خلال دايجنوستيك يوتيليتي او دايجنوستيك ييلد اب تو 60%، رقم كبير جدا والله. و60% ده احنا ممكن نقدر نزودها تاني عن طريق البراكتس، يعني كل الحالات الانديكيتد فور بال 30% احنا بنشتغل تلتهم بس، ما بنشتغلش كل الحالات. النقطه الثانيه من خلال الاكسبيرت، من خلال السكيل بالمونولوجيست لو موجود الدايجنوستيك ييلد هيزيد، وفي غيابه absolute contraindication for fiber optic bronchoscopy في الاي سي يو، absolute contraindications for البال. اي حاجات تانية بعد كده كان contraindication بتكون relative وكلام رايح جاي فيها، زي الاندوتراكيال تيوب with an internal diameter اقل من 8 ملم، في نيوموثوركس اوكسجين ساتوريشن اقل من 90%، الاف اي 2 100% وغيرها من الاسباب. التكنيك كل السوسايتيز تقريبا حاطه تكنيك او البرفورمانس بتاعه البال، ولكن ما زال في جيوغرافيك فاريابيليتي. بنبدا بالتوبيكال انستيزا، ممكن اعمل كونشس سيديشن سواء او كان ماسل ريلاكسنت ممكن استخدمه. الكونسيرن اباوت ليفل اوف التوبيكال انستيزا، هل ده بيأثر على السنسيتيفيتي اوف الميكروبيال كالتشر ولا لا؟ هنقول الكلام ده صحيح مع الوش لكن ليس صحيح مع البال، لان كميه الاسترايل سلاينس دايلوت ان ريزيدوالز اوف توبيكال انستيزا. طبعا لازم نحط اندوتراكيال تيوب على الاقل 8، ولازم الديفرنس تو بي مينتيند بين الانر دايامتر اوف التيوب والاوتر دايامتر اوف البرونكوسكوب تو مينتين او تو انشور المينتنس اوف اديكوت تايدال فوليوم. بنحط بري وديورنج و15 دقيقه افتر البروسيدور 100% اكسجين. طبعا دخلت لقيته محطوط على ميكانيكال فنتليشن بريجر مود، لازم اشفته على فوليوم مود علشان اتجنب الاوبستراكتيف افكت اوف البرونكوسكوب. زي ما اساتذتنا قالوا اتكلموا على البرونكوسكوب على الميكانيكال فنتليشن انا حطيته، وبالتالي انا بقلل الريزيدوال فوليوم 30% زودت 30% بقلل الاف اي 1 40%. كل الكلام ده عامل لي اوتو بيب، عامل لي هايبر انفليشن ورا، وبيقلل الاكسبيراتوري تايدال فول. طبعا بنتكلم على البيب بننزله من صفر عشان الاوبستراكتيف افكت مش قادر انزله، وبالتالي انزله 50% من البيز لاين. نفس المشكله عشان اتجنب حدوث الاوتو بيب والباروتروما ونيوموثوراكس. السكشن يا جماعه لازم يكون شورت بيريود 3 سكندز اور نوت، احنا بنسميه شورت انتربتد جنتل سكشن. برولونجد سكشن يعني تايدال فوليوم هيقل، يعني ريزيدوال فوليوم يقل، يعني كولابسبل اير واي، يعني في النهايه بتؤدي للمريض بتاعك سيجنيفيكانت في كيو مس ماتش وسيفير هايبوكسيميا ديكلاين اكثر من 40%. العيان بتاعك بيزرق على طول، بتطلع بالبنزار، فارجوكم جنتل سكشن. طبعا البرونكوسكوب ادفانس ديستال في البرونكو او البرونكو بالمونري سيجمنت اوف انتريست انتل ات اكلود، ولازم يحصل الويدجنج عشان اليلد اللي هو اساس الكواليتي اوف البال. طبعا انا داخل على الحته حسب الراديولوجي وحسب السكريشنز اللي طالعه دايركت فيجواليزيشن. بندي سيكوينشال حوالي 20 مللي اليكوتس اوف نورمال سلاين لتوتال 100 او 300 should be instilled at least 30% من الريتيرن فور اوبتيمال سامبلنج. دخلت 100 تحصل على 30، دخلت 200 تجيب 60، 300 تجيب 90. ولازم نعرف جنرال ان الايديال اماونتس 10 20 ملي فور مايكروبيولوجيكال سايتولوجيكال اكزامينيشن. هاويفر ا سمول ريتيرن مي كونتين اونلي دايلوتد ماتيريال فروم البرونكيا رازر ذان الالفيولار ليفر اند ذاس جيف رايز تو فولس نيجاتيف ريزلتس. اقل من 20 ده احنا بنسميه بال اوف بور كواليتي او بنسميه نون انتربريتابل بال، هيروح المعمل ويجي ما عملناش بيه حاجه. سو بنأكد ان المين بريدكتورز اوف البال فلويد جادجد از ا جود كواليتي. طبعا الاكسبيرينس او السكيلد بالمونولوجيست اوف مور ذان 10 ييرز في السبيشاليتي او عمل اكثر من 50 مال بيرفورمد، وبنؤكد على الاماونت اوف بال فلويد ريكفرد اساس الكواليتي اوف البال. طبعا الكومبليكيشنز اوف بال دي كومبليكيشن بتحصل اثناء 24 ساعه بعد العمليه، ممكن تكون سيفير كومبليكيشن او سيفير
أو life-threatening complications زي exacerbation of respiratory status requiring new treatment ممكن يخش في pneumothorax ممكن يخش في hypertension hemodynamic instability major bleeding يتطلب مني أن أوقف العملية كل الكلام ده أقل من 1% فالعملية safe أصلا الماينور كومبليكيشنز دي تميل اللي هي ترانزيانت هايبوكسيميا وزي ما اتفقنا اسباب الهايبوكسيميا استاهل بل ايه النقطه الثانيه كمان اللي هو الفلوز ذات نفسها ليها ديليترس افكت على الالفولار ايبيثيليال سيلز وبيعمل سام سورت من اللوكال برو انفلاماتوري ميديتور وبرونكوس باز وبالتالي ممكن يدخل او يسبب هايبوكسيميا لكن السؤال هل البال ممكن او كان ريزلت ان بيتر اوكسجينيشن والإجابة yes when used as a therapeutic procedure طبعا وإحنا بنعمله to dislodge distal mucus plugs وبالتالي بيحصل resolution للassociated atelics so in a conclusion تلعطلتني على فكرة ما بحبش أطلب دقايق With development of additional assays for microbial product or immunostaining for organisms, nucleic acid amplification test for a specific microbe, in the bell for diagnosis of infection disorders have made significant progress, and while the differential cell count profiles will ancillary testing will on bell fluids may be in themselves not be specific or diagnostic. لكن في البروبر كلينيكال كونتكست احيانا البال فايندنج هتكون ان اونلي ديسايدنج فاكتور ان ميكينج ا كونفيدنت دايجنوزيس في فيوتشرز ات از لايكلي ذات اديشنال تارجت دايجنوستكس على البال فلويدز دي يعني اوف ا بارتيكولار انترست از نوت اونلي فور ابيليتي تو ديتيرماين ذا ايتيولوجي اوف انفيكشن طبعا هتساعد ايدنتيفاي دراج ريزيستنس مايكروب بتنقل الكير اوف السيبتيك بيشن وامبروف الاترانس الانتيبيوتيك ستيوارد شيب واخيرا واجابه على السؤال الافتتاحي ان البال فور سيفير اكيوت ريسبيراتوري فيليا كان بي بيرفورمد سبيشالي في الميكانيكال فنتليتد بيشنت ثانك يو